مشروع مستشفى جابر صرح طبي كبير في الكويت، وأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، شارف على الانتهاء حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 98%، ومن المتوقع تسليمه قريبا إلى وزارة الصحة. هذه زيارة مستشفى جابر ضمن سلسلة زيارات ميدانية قمنا فيها، طبعا الأولى كانت في مصفاة الزور، وبعدين رحنا حق جسر جابر، والحين مستشفى جابر. ولاحظنا من خلال الزيارة الميدانية لها أن تقريبا 98% نسبة إنجاز، وهذه نسبة زينة وعالية. والهدف طبعا من هذه الزيارة أو الزيارات بشكل عام هي متابعة إنجاز هذه المشاريع وفقا للموقف التنفيذي اللي عندنا، ونبي نشوف شنو نسبة إنجاز لهذه المشاريع. هو نسبة الإنجاز المبنى هذا تجاوزت 98%. المبنى جاهز، تم استلامه ابتدائيا بشهر 10، وجاهز للتسليم ما عدا جناح الفي اي بي والفي في اي بي، ما يمنع استلامه من قبل وزارة الصحة، ممكن يستلمونه اليوم ويشتغلون فيه. حاليا احنا في طور اعداد تقرير ربع السنة الثالث، ودائما احنا متعودين في امان شؤون التخطيط اللي هو نقوم بزيارات ميدانية لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية علشان نقدر نوقف على مقارنة ما بين البرنامج الزمني اللي زودونا في الجهات الحكومية والموقف التنفيذي على مثل ما يقولون على ارض الواقع اللي قاعد نشوفه. يعني ما شاء الله انا قاعد اشوف انهم وزارة الاشغال ماشيين حسب البرنامج الزمني اللي متقدمين فيه، تقريبا المبنى شبه جاهز للتسليم، في بعض الأمور اللي هم قاعد يستكملونها مع المقاول، في بعض المواد البناء اللي قالوا كانت سبب تأخير وتمديد الفترة الزمنية لاستلام المشروع، بس إن شاء الله بالآخر حسب وعدهم لنا وحسب ما احنا شايفين أنه يتم التسليم إن شاء الله بنفس الموعد اللي هو مسجل عندنا.